فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال: والسنة الجاهلية كل عادة كانوا عليها، فإن السنة هي العادة، وهي الطريق التي تتكرر لنوع من الناس مما يعدونه عبادة أو لا يعدونه عبادة. المراد بالسنة الجاهلية ما عليه أهل الجاهلية من العادات والتقاليد، سواء من الأقوال أو من الأفعال، وسواء اعتبروه عبادة أو اعتبروه من باب العادة، فإننا ممنوعون من التشبه بهم، لأن هذا يعلق القلوب بأهل الجاهلية، وربما أنه يفتح الباب لتغيير أحكام الإسلام وإحداث أمور الجاهلية مكانها. ولهذا قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية.